الإشكال هذا أكيد قولي واقع الطلاق. صحتني البرة شيخ، هي خرجت من الدار، صحتني 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 البرة وصحة ولده، جماعة جنافه كلها اللي يطلعوا لتبسة على الخمسة طاع الصباح يلقوه يلقوه باللي راقد تحت تيندا فوق بابي فوت، والبرد عليهم مطاطي بحول اللي تحت التين. هذا راجل لا ولدي مسحته من الدار، خطرات في الهذا يشتيني البدري تاعي. نجات، وكي قلت له بلي راني ملزمه اني ندفع 100 مليون، واش قال لك راجلك هذا؟ قال لي ما ضربتكش على يديك، رحتي وحدك جبته، عيط لي في التليفون. قلت له غضباني، قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. قال لي روحي ديري زوز وكله، قال لي وكيل واحد ما ينفعكش. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا كلام كفر. احنا هذا كلام كفر، وانا ضرك نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الله واحد. هذا جاهل، يعني ما تحيش، هذا جاهل، يعني كي تعرفي المسار تاع حياته بيلك بلي رجل جاهل يعني. نعم. ولكن انت عندك المنحه مازالت تمشي؟ لا درك يدي فيها تعود. شوف درك ما كاينش، درك انا نحوس على عمل قرد مالاد. علاش تحاول المنحه خلاص؟ هو يدي فيها تعود شوف في بلاصه اللي شاكه، وحتى الاخر يدي ويقعد واحد ما يديش. ما فهمناش يعني، يعني المنحه تاعك هي 5 ملايين و700. ايه درك عندك زوج شيكات يندفعوا في كل شهر. لا حتى درك حتى الاخر رحت ليه قلت له روح اجبد على روحك، ما تكفيش. يدي واحد زوز و700، ويدي واحد زوز و500، والاخر زوز و300، ذاك ما راح يجيب. يعني المنحه تاعك كي دايرت لهم بروكوراسيون ولا كيفاش؟ هما يجبدوا وحدهم؟ يجبدوا وحدهم، مخدمين واحد سيستيم، دراهم اللي تدخل لي في وسط الشيك تروح عنده. ودخلت للدار. انت المشكله تاعك، انت المشكله تاعك المراه هذه اللي راح يتزوج بها، ولا مشكلتك حاجه لا لا اخرى؟ لا لا انا غايدات اكثر من الدراهم. لا 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 انا مشكلتي واش هي؟ انا مشكلتي راني حابه ولادي، ويخلص لي الدين هذا للدين، خلص لي الدين هذا للدين. صح، كلش الشيكات باسمك انت، هو ما عنده حتى باسم. شوف هو استخدمك انت انتيليجون، باسكو كلش موقع باسمك. اسمحي لي اختي، لكن يشوف الربي ورقدت غدوه راني ما نسمحوش يخلص لي الدين هذا اللي داه، ويخلص ويرد لي ولادي ويعطيني دار نتلم فيها. ولدي عايشه ولدي بيت تحت من هنا هو، من هنا هو، من هنا من هنا كشك تاع عمره، ومن هنا مغطي بالزاقل وهو راقد البرا. وين راكي عايشه؟ ولادك شحال في عمرهم اولادك؟ عندي واحد عنده 20، هذا 20 سنه. كيف هو ولد الحضانه اللي عود عمره 16 يحكي لي صحته باش ما يعطيش النفقه. شحال في عمرهم الان اولادك؟ عندي واحد عنده 15 سنه، وعندي واحد عنده 8 سنين، وعندي واحد عنده 17 سنه في تيموشنت. يعني صغار مازال بحاجه اليك يعني. كيما سمعين هذا، قلت له بابا هانس، قلت له بابا، قلت له راح نجري عليك وندي ولادي. قال لي فوزيه راهي شريت لي فيلو. والاخر قلت له بابا انا يمك. قال لي ما عندكش موطو، ولا اللي ما عندوش البيت ما يروحوش معاه، هابل البر لا سكن لا، كل برا عنده واحد. نجاة الان وين راكي عايشه؟ باش راكي تصرفي على روحك؟ درك قلت نخدم في تيموش، طلعت خدمت نهار، عيطوني قالوا لي بلي ولدك دار اكسيدون، هبط خدمت في السطورو، ولبت عند واحده حبيبتي عند بخت. يعني المشكل تاعك اظن بانه معقد بعض الشيء، لانه ما عندكش كثير من الحلول. اي دوفي دوامه، لانك ضيعتي كثير من سنوات عمرك. السكن كيما ذا هامل برا، متعرض للسرقه، متعرض يسرق، متعرض يدير الحوايج الكل. الاخر ملوح ثاني في تيبوشيت مازال واضوك بذركا اللي قدامك، ذركا من هنا يقفل الهيثم 17 سنه نجيب ويقول لك بلي رولو بلي رولو روحوا لبرا. لا عرفوا بلي حكم بعجل الحضانه، عجل الحضانه يعطي لي ولادي. قالوا لي بلي الحضانه ما ديتها لا، هدرتي معاه، هدرتي قصدتيه، هو هدرتي معاه قصدته. وقال لك لا، قال لك ديه بلا قانونيه، قال لك ديه زي كيك بلا قانونيه. يعطيني الدار تاع الفيلاج، ويعطيني الحضانه. اقسم لك بالله تنزل لي على الحضانه، واحد تنزل لي على الدار. الان الحضانه لمن الحضانه؟ اي عنده الحضانه، اي عنده. او قال لك نعطيك ولادك؟ لا، قال لي نعطيهم لك بلا حضانه في المحكمه. قال لي ديه مكان. وانت علاش تحوسي على الواقع تاع المحكمه؟ ادي ولادك قبل باش ما يباتوش في الزنقه. لا شيخ الدار، شيخ ايه كي يعطيك الحضانه؟ قول له يعطيك المسكن. لا، وقال لك المسكن، قال لك تسكني في تاع الدوار ويقفل. ايش تسكني في المسكن تاع الدوار؟ يا والحال بعيد على الذريري وهذا. ما تهمنيش في الدوار. كاين حل ماكيش حباتو انت. لا شيخ استنى اسمعني. استنى يا حبسي هنا انت تاع